عبر الهاتف معي من بيروت دكتور شفيع فوعاني، أخصائي أطفال وحديثي الولادة. مساء الخير، أهلا بك معنا. أي حالات نتحدث عنها هنا؟ هل نتحدث عن حالات معينة؟ ولماذا يتم ربط الموضوع بأنه أكثر ذكاء هؤلاء الأطفال؟ مساء الخير، أهلا وسهلا. في السابق كانت معظم الدراسات تشير إلى أن الأمهات المتأخرات في السن في حال أنجبن أطفال، هذه الأطفال تتعرض للعديد من المشاكل الصحية والذهنية والمشاكل الخلل الجيني لديها. لكن الدراسات التي وجدت حديثا وفي ألمانيا بالتحديد في جامعة ماكس بلانك، توجد دراسات خلال العقد الأخير على عدد لا بأس به من النساء والأطفال، حيث أظهرت هذه الدراسات بأن الأطفال الذين ولدوا من أمهات متقدمنة في العمر، أي فوق ال 26 سنة وما فوق، حتى فوق أي عمر؟ من 26 سنة وما فوق. بس هذه يعني لا تكون متقدمة في العمر من 26 سنة وما فوق بهذه دراسة عن بعد الأربعين. في الدراسات الأوروبية يعتبر السن المتأخر 26 سنة وما فوق، حتى يوجد دراسات على الإمرأة النساء فوق العمر هذا عاما. نعم. حيث أثبت هذه الدراسات أن الأطفال يتمتعون بصفات وراثية جيدة، يتمتعون بذكاء لافت بالمقارنة مع الأطفال لدى النساء الأقل عمرا. ومرد هذه الأمور يرجعها العلماء ربما إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل في 20 سنة الأخيرة، حيث هذه الأمور لم تؤخذ في الحسبان سابقا، ولكن الآن عندما عند هذا التطور الحاصل في البنية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في الدول المتطورة والرخاء الاقتصادي بالإضافة إلى عمل المرأة، أدى إلى ممكن قد يكون أدى إلى هذه النتائج. أي نتائج يعني ممكن بماذا مرتبط هذه العوامل اللي ذكرتها؟ يعني ممكن بعض يقول بأنه ربما هذه العوامل وبالتطور التقنيات والوضع الاجتماعي والاقتصادي بأن تنجب الفتيات بسن متقدمة، ولكن أن يعني تحصل على أبناء أكثر ذكاء. إمكانية تعليم هؤلاء الأطفال أصبحت متاحة أكثر، تعليمهم في مدارس ذات مستوى عال بمرده إلى الحالة الاقتصادية الجيدة، مما يؤدي الى يعني فتح الافاق والفرص الكثيره امامهم ان كان في المدارس او في الجامعات ذات الكفاءه العاليه. انا اشكرك جزيلا على وجودك معنا من بيروت دكتور شفيع فوعاني، اخصائي اطفال وحديثي الولاده.